ريدي فور بارتي. مش عاملي عشاء. اتصل بالهوا تشيكن على 1520 وكل يوم دليفري. حلقة جديدة من أتم تي في بتبلش هلأ. اليوم أكيد حلقتنا رح تكون قصيرة، بس أكيد خلال رمضان أنا كنت بكون قصيرة الحلقات، بس أكيد رح كنت عم نحكي عن كتير قصص. وميني بي حد اليوم؟ هاي ميني بي ضبط الإير بيس، كنا ضبط الإير بيس باسكال، بتعرف بغري بعلق عليها شو باسكال منيحة هيك زبطت؟ أوكي زبطت. ميني بي اليوم مثل ما كنا عم بقول we have a very interesting interview. كنا عم نحكي عنها صار لها تقريبا أسبوع بأتم تي في. عم نحكي عن كامبين SMS كامبين من CCCL أو Children Cancer Center Lebanon، وين فينا نتبرع بدولار بكل SMS على ال 1105. هذا أكيد الرقم اللي فيكم تبعتوا عليه SMS وبتكونوا بتبرعوا بدولار. اليوم رح يكون موجودة عنا جورجيت عودة اللي هي PR Communication Coordinator BCCCL Lebanon. أهلا وسهلا فيك بأتم تي في. بدي أقول لك بس ميني بي، جورجيت كانت قادة حد بالصف يمكن لشي سنتين، كانت هي أشطر وحدة وأنا كنت ما كنت نقلك، مش أشطر واحد بس ما كنت نقلك بالعكس بدك تنقلها بالعكس. بس اليوم رح نحكي عن شيء أهم بكتير من واحد إذا بينقل حدا تاني، يلي هو أكيد الكامبين اللي عم تعملوها، الـ SMS كامبين. صحيح، الـ SMS كامبين أطلقناها بهذا الشهر المبارك ومكفية لتلتين الشهر. كل شخص بمجرد ما يبعث SMS على رقم 1105 بيكون عم بتبرع بدولار واحد لعلاج الأطفال اللي عنا بالمركز. SMS فيكون فاضي أو فيهم يبعثوا فيه مسج للأطفال بالمركز، والهدف بهالكامبين انه نوصل ل 50,000 دولار يلي هو معدل كلفه علاج طفل واحد عندنا بالمركز. اوكي سو نحن لليوم صرنا تقريبا وصلنا لاكثر من النص بشوي. اوكي فبعد في خمس ايام بدي اطلب من كل شخص هلا يحمل الموبايل تبعه بليز فيليب موبايلك يلا ايه؟ انا يبعث اس ام اس على الطاوله في حدا هلا هلا نبعته بعد على البريك. اوكي يبعث اس ام اس على 1105. اوكي هيك تنوصل للتارجت يعني. والمساج اذا بعته هلا بيقروه ال المساج بيوصل اكيد بنقرا. اورايت بس اكيد ما فينا نجاوب على كل المسجز. اوكي رح نجرب شيء بس ما ينكسر السيستم. هلا دولار واحد يعني يمكن نفكر انه ما بيعمل فرق كبير، بس دولار على دولار بيجمع وبيعمل فرق كثير كبير بحياه هالاطفال. So هيدي one of the ways اللي جربتوا تعملوا فيها to raise donations للpatients عندكم إياها، بس عندكم غير طرق كمان، بس رح نحكي عنهم من بعد ما نشوف the small ad اللي عاملينها to save Taha's life مع أكيد زميلة تبعنا إلي متري. خلينا نشوفها سوا. من هلأ ل 30 تموز بعتوا SMS على 1105 لتتبرعوا بدولار واحد لمركز سرطان الأطفال بلبنان. بعتوا أكثر من SMS. مهضومة أكيد دقاد بدي تخبرينا كنا شيء عن طه. أول شيء بدي أتشكر الممثل إيدي متري على دعمه لإلنا بهالحملة. بدي أشكر أور ستار طه. طه هو بيشنت عنا بالمركز مصاب بمرض اللوكيميا سرطان الدم، صار له سنتين عم بتعالج بالمركز وبعد عنده سنة تقريبا، لأنه نحن معدل فترة العلاج بتكون 3 سنين. وإن الله راد يعني بعد سنة إن الله راد طه إن شاء الله بيشفى، لأنه الحلو عنا هو إنه نسبة الشفاء عالية كتير، 80% من أطفالنا بيشفوا، وحتى بتوصل هيدي النسبة لـ 92% عند الأطفال المصابين بمرض اللوكيميا مثل طه. سو يعني بيزعل، بس هو إنه كلفة العلاج عم بتزيد وعدد الأطفال يلي عم ينصابوا بالسرطان عم بتزيد، بس بالمقابل التبرعات عم بتقل. فنحن اليوم المركز بأمس الحاجة إنه كل شخص يكون عم بيدعم المركز الصغير والكبير تنقدر نقوم بمهمتنا ونستمر ونعالج كل الأطفال من دون ولا أي مقابل. جوجات يعني يا ريت بقى عنا وقت أكثر. لا ميني بي بعت مساج، برافو ميني بي، انبسطنا فيه. بس كنا نحكي بحلقات يمكن لاحقة عن جود هيك ستور عندكم ياه كمان تتجمعوا تبرعات وغير طرق كمان بتعملوا فيها تبرعات مثل قلتي لي عنها قبل. في عنا different programs. انا كل شخص بحب يدعم المركز
في يتصل فينا على 01-75-35-15 أو يزور الويب سايت www.cccl.org.lb أو في يتواصل معنا كمان على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر إنستغرام يوتيوب. We're very active على السوشيال ميديا. So كل شخص بحب يضلوا updated بكل أخبار السنتر والأطفال فيكون عم بي perfect. Thank you so much, Georgette. Thank you. Please save Taha's life. عم بتشوفوها قدامكم هلا. 1105 كلها SMS صغير دولار بيساعد. فقد ما فيكم بعتوا وإذا بتعرفوا أخبروا أصحابكم كمان. ما بعرف شو بدي أقول أكثر من هيك. بعد معكم خمس أيام صراحة تتخلصوا له حياته. نحن رح نكون ببريك صغير من بعد البريك. Another interview. يا رح أكيد رح تنضم لنا بـ ATM TV. نشوفكم.